ربوبيته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يسر محافظة القاهرة أن ترحب بأبنائها الطلبة الدايزين بمسابقة القرآن الكريم. تحت رعاية السيد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة. وتم إجراء تسليم نهائية المدرسة الكيماوية الثانوية تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد ربيع رئيس قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، والسيد الدكتور شرف الدين أحمد آدم أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، والسيد المدير التربية الدينية ومدير التربية والتعليم. وأصدرت التصفية النهائية عن فوز 99 طالب وطالبة مختلفة للمدارس التعليمية المستوى الخاص. حضرت القرآن الكريم كبيرة 25 طالب، المرحلة الثانوية 10 أجزاء 21 طالب، المرحلة الإعدادية 5 أجزاء 29 طالب وطالبة، المرحلة الابتدائية جزئين 24 طالب. والآن نتشرف بتجربة السيد الدكتور المحافظ. بحضراتكم جميعا في محافظة القاهرة، وبرحب بأبنائي الطلبة والطالبات اللي موجودين معانا النهارده. وأنا قبل ما أبدأ الكلمة بتاعتي، أنا عاوز كل الناس اللي واقفة تقعد، كل الناس اللي شغالة مصورين النهارده يقعدوا لو تكرمتوا. الباب يتقفل، الباب يتقفل. كل الناس اللي واقفة تقعد لو تكرمتوا. الجماعة اللي واقفين في الآخر وقت، أنا بتكلم عربي، اقعد. ها؟ اقعد اقعد. لا لا لا، في كراسي. كراسي فاضية فيه. اقعد. الاخت اللي بتصور تقعد، واللي وراها تقعد. اتفضلي اقعدي لو سمحتي. انت واللي وراكي تقعدوا. والأستاذ اللي كان زعلان ده تعالى جنبي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا برحب طبعا بيكم كلكم في محافظة القاهرة، برحب بأبنائي الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، وبرحب بالمدرسين، وبرحب بكل الزملاء الأساتذة المشرفين على هذه المسابقة القيمة، مسابقة قراءة حفظ القرآن الكريم. وطبعا عاوز أقول إنه اللقاء ده كان المفروض يبدأ الساعة 1، وأنا بالفعل موجود هنا من الساعة 7 الصبح. كان نفسي نبدأ الميعاد في ميعاده، عشان أخونا بيقول إن هو هنا من الساعة 11، عاوز اقول لحضراتكم جميعا والبناتي وابناء الطلاب على وجه الخصوص ان انا سعيد جدا ان انا اكون موجود معاكم النهارده، و يعني بقدم لهم التهنئه وفخور بيهم. وانا اعتقد انه يعني ما نقوم به اليوم في محافظه القاهره هو يعني اقل القليل لما يجب أن يتم لتكريم طالبات وطلبة يعني اجتازوا على مستوى محافظة القاهرة ككل، اللي فيها أكثر من 2 مليون طالب، أعداد
عدد ضخم جدا من الطلاب، واحنا النهارده بنتكلم على عدد لا يزيد عن 100 طالب كانوا الاوائل في هذه المسابقه، مسابقه حفظ القران الكريم. فمعناها ان دول عباره عن يعني ايه، عايزين نقول الكريمه بتاعه الكريمه بتاعه الكريمه للشابات والشباب اللي بيحفظوا كتاب المولى عز وجل او القران الكريم. فانا بحييهم كلهم وبشد على ايديهم وبقول لهم انه احنا انتوا فخر لنا جميعا، وارجو ان شاء الله باذن الله يعني انه يتمسكوا دائما بالقران الكريم، ليس فقط حفظا ولكن ايضا بالالتزام بالتعاليم التي جاءت في القران الكريم، وارجو ان ينقلوا هذه يعني الملكات اللي موجوده عندهم الى زملائهم الطلاب والى اسرهم، وبدعوا المولى عز وجل ان يستمروا في المحافظه على قراءه القران الكريم وتلاوته وحفظه. واتمنى انه اللي بيحفظ جزء من القران يحفظ ربع من القران، واللي بيحفظ ربع يحفظ نص القران، وهكذا. انا يعني ان شاء الله باذن الله انا مستبشر بهم كلهم خير، وبشد على ايديهم وبقدم لهم التهنئه. وبصراحه كده عشان تبقوا عارفين انا غيران منهم، لان انا طبعا يعني مع يعني الحاجات الكتيره جدا اللي بتشغل الواحد ما عندوش فرصه انه يبقى حافظ يعني اجزاء كبيره من القران زيهم، فانا بغير منهم. وبس دي غيره محموده يعني، وامسك الخشب اهو عشان ما حدش يقول ان انا بحسدهم. ها يجوز في هذا، خدنا فتوى خلاص اهو، احنا خدنا فتوى، يجوز الحسد في هذه الامور الطيبه الجميله الحلوه اللي انا يعني بالفعل يعني بحييهم وبشد على ايديهم فيها. لكن خليني اقول برضو انه عشان الامور برضو تبقى في نصابها الصح، انه هؤلاء الاولاد والبنات ما كان يمكن ان يقوموا بحفظ القران الكريم او اجزاء كبيره منه ما لم يكن هناك اسر قد شجعتهم على ذلك وهيأت لهم الظروف. وايضا ما كان هذا ممكن ان يحدث لولا ان هناك يعني من رجال التربيه والتعليم ومن الجمعيه الشرعيه وغيرها من المؤسسات من شجع هؤلاء الاولاد واشرف عليهم وتابعهم ويعني اداهم دايما دفعه وحمسهم ان يستمروا في هذا الطريق اللي اعتقد ليس هناك طريق افضل منه ممكن ان يسلكوا شاب او شابه في هذا السن الجميل السن الصغير اللي هم فيه. اقدم التهنئه لهم مره ثانيه وارجو لهم دوام الحفاظ على قراءه القران وحفظه واستيعابه وفهمه وتطبيقه في امور الحياه الدنيا ان شاء الله. اشكركم مره ثانيه وسعيد وبرحب بكم مره ثانيه. السلام عليكم. انت لو تكلف من الان، لان احنا كل سنه نقول الكلام ونقول لما يجي موعد المسابقه هنعرف، فمن الان لو انت حضرتك كده تعلنها كده ان احنا هنشوف احدى الشركات الراعيه يبقى شاكرين لحضرتك. نشوف شركات للشركه. الله يبارك فيك. ماشي؟ شكرا جدا. شكرا. اتقدم بالشكر والتحيه لمديريه التربيه والتعليم. أصدق السادة موجود التدريس كان موجود.
الدينيه بمديريه الاستاذ نعيم استاذ محمد موكل عام التربيه الدينيه بمديريه التربيه والتعليم. المركز الثاني دنيا احمد محمد محمود.
انت لابسه جوانتي كل حاجه يعني. برضو على المستوى الخاص، المركز الثاني عمرو خالد عبد السميع. سلم انت. المستوى الخاص، المركز الثاني عبد الله احمد ابراهيم علي. بس قبل ما اتكلم، وانا مش عارف هم بيدوهم جوائز ماديه قد ايه. انا عارف طبعا انه اي حاجه ماديه لا تعادل يعني اللي حققه الاولاد دول والبنات دول يعني، لكن انا مش عارف هم الجوائز الماديه قد ايه. لكن انا بغض النظر عن اللي هذه القيم، انا عاوز اقول لحضراتكم انه انا هاضاعف كل الجوائز اللي بتوزع عليهم النهارده ان شاء الله باذن الله. سهل كده. المستوى الخاص، المركز الثالث، سارة المغازي زكريا. Thank you.
المستوى الخاص المركز الثالث عز الدين خالد سيد جمعه. Thank you.
المنشاوي. شكرا للاستاذ محمد وشكرا للاحوال كلها وسلام عليكم ورحمه الله.